دايما بنشوف ناس بتجيب بيضتين وتكسرهم على كوبايه لبن وتشربهم، وبيقولوا لك ده بيدي لك طاقه فتاكه، واللي يقول لك ده فيه كالسيوم وبروتين رهيب. بس خلي بالك هنا البيضه بتكون نيه، يعني ما نعرفش ده مضر ولا مفيد. طيب لو مفيد هيفيد جسمك بايه، ولو مضر هيضر جسمك بايه؟ انا هفهمك كل حاجه بالتفاصيل. اهم حاجه تعمل لايك عشان اللايك ده دعم ليا، ولو اول مره تشوفنا على يوتيوب انزل حالا اشترك في القناه. هدفي انك توصل لجسم مثالي وشكل جذاب صحة كويسة. ازيك يا احلى برو في المجرة، ازيك يا احلى سيستر في المجرة، عاملين ايه؟ برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات الحريم. للأسف يا برو مفيش دراسات دقيقة بتبين فوائد اللبن والبيض الني مع بعض، بس الأدلة الحديثة بتشير ان تناول البروتين او الأحماض الأمينية قبل ما تروح الجيم او اثناء وانت في الجيم او بعد ما تخلص الجيم ممكن بيساعد على تعزيز التعافي وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي ونمو كتلة الجسم من غير اي دهون، علشان البيض بيحتوي على اعلى قيمة من البروتين. البيضة الواحدة اليتيمة دي بتحتوي على 75 سعر حراري و7 جرام من البروتين، ومش اي بروتين، لا ده بروتين عالي الجودة. لا بوشكاش محفوظ بيضحي، واللبن مصدر متروس بروتين. الكوباية الواحدة فيها 7.7 من 10 جرام من البروتين. بالتالي الناس اللي بتروح الجيم وبتبني عضلات بيشربوا لبن مع بيض ني وسكر وكريمة. في بقى شوية سلبيات ممكن تضر جسمك بسبب اللبن مع البيض الني. اولا التقليل من امتصاص البروتين، تقريبا كده لما بتاكل بيض ني بيقلل امتصاص البروتين عالي الجودة في جسمك. في دراسة صغيرة عملت مقارنة بين امتصاص البروتين من البيض المطبوخ وبين امتصاص البروتين من البيض الني. المفاجأة بقى 90% من البيض المطبوخ تم امتصاصه و 50% من البيض الني تم امتصاصه. يا للهول، يعني انت متخيل البيض المطبوخ دخلك منه 90% من البروتين والبيض الني دخلك منه 50% من البروتين. وفي دراسة تانية برضو حلوة كده قالت ان تناول البيض المطبوخ بعد تمرينات المقاومة بيساهم في بناء بروتين الالياف العضلية. ثانيا بقى في اضرار البيض الني، زيادة خطر الاصابة بالعدوى البكتيرية. ده موضوع تاني خالص، انت بتاكل حاجة نية، البيض الني خطر على صحتك لانه تقريبا بيحتوي على السالمونيلا. لا مش السالمونيلا بتاعت تميم يونس، انت تافه قوي يا برو. في سالمونيلا اغنية وفي سالمونيلا في البيض الني، وطبعا السالمونيلا اللي انت مستهتر بيها دي هتزعلك جامد لو جهازك المناعي ضعيف، ولو طبخت البيض على درجة حرارة 74 مئوية هنقتل السالمونيلا. عشان تبي تقولي لا، احنا دلوقتي نفصل ده عن ده. البيض لوحده بيحتوي على بروتين كامل عالي الجودة وبيحتوي على الاحماض الامينية التسعة الاساسية اللي جسم حضرتك محتاجها. ويا سلام بقى على البيض المسلوق، حكاية. البيضة المسلوقة الواحدة بتحتوي على، استنى اجيب ورقة وقلم، فيتامين الف، فيتامين بي 12، فيتامين بي 2، وفسفور، وسيلينيوم. فوائد اللبن بقى لو حضرتك بتروح الجيم وعاوز تبني عضلات، اللبن اصلا مصدر ممتاز للفيتامينات والمعادن والمغنيسيوم والزنك، وكمان مصدر كويس للبروتين والاحماض الدهنيه زي الاوميجا 3 والكالسيوم. عموما بيمنع هشاشه العظام. لو انت مهتم بجسمك وبالرياضه والتغذيه هتلاقي كل ما يخص جسمك هنا في القناه. يلا بقى اعمل لي لايك على الفيديو ده.